بنصبح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير. صباح الخير يا هالة. صباح الفل يا فسان، صباح الفل يا مصطفى، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا النهاردة. طمنينا. هنبدأ الأول باستعراض أحوال المرور، وبعد كده نظرة سريعة على الطقس، بعد كده نشر مفصلة إن شاء الله للطقس. هنبدأ مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. طبعا بنبدأ جولتنا من القاهرة، تحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى منطقة وسط البلد. ناخد بالنا ان طريق شارع الجيش هنلاحظ هناك ان في بعض الكثافات النسبية لحد شارع بورسعيد، شوية بشوية الطريق هتقل فيه الكثافات، وهنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر. لو بصينا على منطقة الظاهر هنلاقي ان في هناك بعض الكثافات المرورية المتقطعة ممتدة لحد الشوارع المؤدية الى شارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية واصلة وممتدة لحد مسجد النور في العباسية. لو أخذنا طريق كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام اللي جاي من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، كثافات تانية برضو في الاتجاه العكسي، نفس الموضوع للي جاي من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر. بالنسبة لنفق الأزهر فبيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور للي جاي من ناحية صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس. ونستكمل جولتنا في شوارع الجيزة، في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان. أما لو روحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل لغاية شارع التحرير، فهنلاقي إن في كثافات مرورية نسبية، وأيضا كثافات أخرى بدأت تظهر أعلى كوبري الجامعة. أما لو روحنا لمحور صفت فهنلاقي إن في كثافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. لو رحنا للإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة، واللي طبعا ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد، كمان هنلاقي في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. نروح لمحافظة سوهاج، هنبدأ من محافظة سوهاج من محطة قطار سوهاج، واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو مشينا كمان هنلاقي إن طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيه هناك سيولة مرورية. في كمان بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كثافة نسبية، وفي كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في بعض الكثافات المرورية البسيطة، طبعا دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة. نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وفي كمان نشاط للرياح على بعض المناطق. الصبح في شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 درجة، أقل درجة حرارة في مطروح وهي 30 درجة.